اللي حصل ده كارثة، فضيحة بكل المقاييس. سيادة الرئيس لسه قافل معايا دلوقتي ومستاء جدا، ازاي وزير عندي في الوزارة يطلع متورط في قضايا فساد؟ أنا لم ولن أسمح بأي فساد. مروان، أوامر معليك. تنزل تصريحات باسمي في كل الصحف والقنوات، مسموعة مقروءة مرئية، إن أنا لم ولن أسمح بأي فساد، وإن مصلحة المواطن خط أحمر، مصلحة المواطن في المقام الأول. جمال. أيوة يا فندم. أنا عايزك تتصل لي بالصحفي ده اللي اسمه هلال كامل، بلغه إن أنا عايز أقابله ضروري. حاضر سعادتك، حاضر.